يا عم فين ده مسخسخة زيادة سخن انت بقوم ايه بالمشرط كده ده انت اصلا ده مكانك اساسا انك ايه اكتشاف كبير اهو في النص هنا في وريد اسمه وريد بطني امامي او anterior abdominal vein. الوريد دوت المفروض ان انا ما اقصوش علشان لو قصته هيوقع دم كتير، هي كده كده هتجيب شويه دم عشان انا بقص اورده وشرايين رئيسيه عادي، بس ما بيبقاش فيها كميه الدم اللي في الوريد البطني الامامي ده. فانا ماشي فبقوم انا ايه اقص يمينه واقص شماله وبعدين اقوم ربطه بخيط من فوق ومن تحت واقوم قصص اللي بينه، فبقى انا كده ايه حبست الدم ان هو ما ينزلش عشان ما يغرقليش العينه ويغطي على الاعضاء الداخليه. يعني كده يا دكتور هقص يمينه وشماله واقوم شايل العضلات اللي حواليه ديت في النص. ايوه الخط اللي ماشي في النص تمام وجاي من تحت لفوق. برفع برضه على قد ما اقدر عشان ما اعملش ايه ما اجرحش الاعضاء الداخليه. ما اجرحش يا دكتور احنا موتناها خلاص. احنا لسه الاعضاء بقى اللي في الدم الكتير هو الرغشه الرغشاء يا دكتور ولا اساسا ده الوريد؟ ده وريد في النص وحواليه شويه غشاء. هشيل بقى بقيه العضلات دي عادي. دي عضلات زايده يعني حاجات حاول اقص الوريد من فوق لتحت. ما انا لو قصيته دلوقتي هيوقع دم فانا عايز هسيبها هشيله على طول يعني هربطه ما هو هيوقع لما اشيله على طول برضه هيفضل يجيب دم هنا هشيله جنبك. طيب انا عايز حتتين خيط كده لو تقدروا من اي تلاقي في خيوط زياده كده من اي حته قطع من اي بلطه ولا بتاع ينفع ده هتربط هتشيل حتى البطاية دي تشتم البطاية البتاع كده ماشي حطها انت كمان بقى حد يجيب واحدة كمان حتة يا ابني كده بسرعة ما تقلقش يا جدعان مفيش يا عم خيط معايا انا متعاون جدا. شكرا انت تيجي معايا كل لسه كاشف ده ماشي لا دي مش عارفة خدها يا محمود خليها لك ده بقوم ادخل بقى ال الخيط ده من تحت هنا كده بمسكه بالملقط وادخله تمام ونربط افكار دي ممكن نبقى تكفي نربط بقى تاني على فكره بنعملها في يوم كمان مره ممكن بره هو الخيط ده اللي يعمل عشان يمسك عشان يا عم ما يدم انت معانا من ساعتها ولا لا؟ انت كنت نايم ولا ايه؟ اذا كان مجدي نفسك بيقول لك عشان بس ايه الالتزام اللي انت تراقب تسال كتير بتصبحوا بعد كده
نلاحظ ان الفيديو ده بينزل على اليوتيوب وعلى الجروب يعني. طب هو يعني هيجيب دم يا عم كتير. انت كنت مع عاطف ولا ايه؟ احنا لسه قطعنا حاجة. هنكتب جنب الفيديو ده صوت عمو دكتور نيطان. شو التكبيرة شوية دور كده كمال دور عشان البرترنات انت بتقطع في لحظة جدا. وبعدين بقوم قصص بينهم. بس ضلنا في جنب عشان احنا ننزل الدم. يعني كده ما قصتش الوريد ده يا دكتور؟ كده قصته هو بس مكان يعني مفيش دم بقى. قلت عشان نقفله بالكتا كاتش. يعني ده جوه دم. تمام. في ناس اذكياء بقى مقص بعد ما اربطه ومقصص من تحت ومن تحت. يبقى هو فاكر ان هو كده خلاص عامل اللي عليه بس هو مع كده ما عملش حاجه. طيب يلا اعضاء بقى يا عم دول ايه بقى؟ ده الليفت لوب والرايت لوب اوف ليفر اللي هو البني ده. ماشي. اللي بيدق ده ايه؟ القلب. ده شغاله الرايت الكبير. الرايت الرايت الكبير. طيب دولت ايه؟ الرئتين لانكس. طيب وديت الاستومك تبقى دي نعم يا دكتور مين شو انا وانسى ده ايه الكاردياك استومك وبايلوريك استومك بتبقى. طيب لو انا رفعت الكبد شفنا الجول بلادر دي لو انا رفعت الكبد عشان اشوف البنكرياس هلاقي فيه قناه جايه ومتفرعه هنا كده شايفين القناه اللي جايه جايه دي ومتفرعه دي ده البنكرياس اللي تحت ده. تمام. كان عليها دم كده كان اللي هي ماشي تمام تمام حد ما شافهاش شايف انا بعت الكبد دي التفرع اللي جاي من هنا صغيره كده جاي كده وكده ماشي دي البنكرياس تاني كده يا دكتور معلش خط يعني هي عامله زي خط صغير خالص يعني شوف اول ما يشد اللي ظهرت الخط اللي ظهر ده زي اللي هي رفيع خالص دي الاول دوت اللي بعد المعده على طول بقى الاثنى عشر ديودينا وبعدين كل اللفه ديت اللي هي ايه الاليوم وتخش في الريكتوم في الاخر اللي هو التخين هو الاثنى عشر عماده بتقول ديودينوم. ماشي شفنا الاليوم والريكتوم في الاخر التخين ده دي الاثنى عشر بعد المعده على طول والاليوم كتير دوت الطويل اللي بتف ده والريكتوم بقى الصغير ده في الريكتوم التخين ده الريكتوم اللي هو ايه ده بعد كده ببص في وسط الامعاء كده بدور على دايره حمراء اللي هي الاسبلين او الطحال نهايه تاني انت مش شرحت قبل كده هو انت ابني تعرف نبضع الضفدع دي ما فيهاش طحال ولا ايه؟ هو ده دكتور هو ده انت هو ده ايه؟ الضفدع دي بنت اختك شايفين الاحمر ده؟ هو ده بقى احمر غامق؟ بانت خالص يعني طلع على بني كده ده الاسبلين دكتور تدور عليه ده الاسبلين هو ده الاسبلين ايوه ده هو الدايرة الحمراء دي وسط الامعاء طلعته من وسط الامعاء انت ادركت الحاجات دي بقى بسرعة اقوم خلاص انا خلصت كده الجهاز الهضمي اقوم اتاخده كده عشان اشوف الجهاز البولي التناسلي طيب شايفين في هنا خط احمر كده دي ايه خط احمر صغير ده دي الكدني ماشي وجنبها خط بيج خطين بيج دول ايه
تستس. انت لو جيت تشوف هنا كدني وهنا تستس زي الرسمه بالظبط الاثنين خاطئين. تمام لسه هو في حاجه؟ لا لسه مش هنرجع. وشايفين الخطوط ده هيئه الاصفر دي؟ ده بقى لا الاجسام الدهنيه الفات بودز فين اللي هي الخطوط الاصفر. وشايفين لو دققنا النظر على على الكدني اللي هي الاحمر هنلاقي عليها خط فاتح شويه اللي هي الادرينال جلاند الغده القزريه. مش احنا مرسوم على الرسمه كده ادرينال جلاند اللي هي تمام الخط ده تلاقي خط كده موجود فتح انا زي ما الناس تشوف تمام القلب بينبض اول مش نخضع كده صحيح نشرحها دكتور صحيح اوقف غير دي ما فيش العدد للاسف ما بفلوس ولا مزريطه الايه مزريطه صح التستش واللي فوق دول ايه الفات بطن وفي خط يعني فاتح شويه على الكدني اللي هو الخط ده الادرينال جلاند بقى الغده القزريه شايفه ده الادرينال جلاند ده ديت الجول بلادر بس عشان بس انا زقيت الكبد شويه فهي ظاهره بس نازله شويه قلت لي نسبلين يا دكتور لا نسبلين كان احسن تمام لا لسه ازاي كده يا دكتور يعني لحد ما تخلصوا خلاص وهي هتفضل شغاله بقى طب نراجع تاني كده دول ايه دول الليفر ليفر وده القلب اللي منفوخ ده ايه اللانجس وده الجول بلادر ودي الاستومك لو شديت المعده كده يبقى ايه البنكرياس والقناه اللي بعد المعده 12 وده ده اللي هو الاليوم بعد الريكتوم وبعد كده الريكتوم والاصفر دول اجزاء الاجسام الدهنيه ودي الاحمر دي الكدني والخط البيجل تستس لو كانت بقى كور حمراء كتيره قصدي كور سودا كتيره باينه ان هي تبقى تبقى باينه يعني عايزين نشوفوا الاسبلين الحمراء دايره الحمراء هنعمل ايه فيها بقى دي بعد الله دي يعني الترم الثاني بقى تاخد الحاجات دي بقى بالتفصيل المدبات العضلات والكلام يلا وقف تصوير شيء اي اسئله بس هي حاسه بال عايز اشوف البنكرياس كويس يا لطف انت بص انا لما اشد الكبد عنها شايف التفرع ده اخر مكان على فكره ده اكتر حاجه بتيجي في الامتحان في تفرع جاي كده وتفرع جاي كده اللي هم التفرعات اللي رايحه للمعده دي ايوه ده البنكرياس مش زي ما كانوا في الرسم لا لو بصينا هنلاقي واحده تانية يعني هتلاقيهم الاثنين عادي يعني لو جبنا ناحيه كده بس هتلاقي واحدة وواحدة هنا بس واحدة هنا وواحدة هنا وبينهم التستس بس هي بيبقى انت كبرت الفيديو كده وكده.